اللي قدم روحه على اساس بلي مريض في عطل ما يروح يحوس على دواء تاعو وين يلقاه وين كاين. فهو فضل يتهجم ويتعدى على الموظفين اللي كانوا هنا جازوا دخلوا لهنايا بالسيوفه وطردوهم داخل صيدلية. والنتيجة كانت 5 لبليسي منهم واحد قريب قطع له يده. كانت محاولة صريحة تاع قتل. كي خرجناه من الصيدلية أمه بدأت تقول أكون تحقروا في وليدي تحاميتوا عليه. هو قال بدأ يعيط ما نسمحوا لكمش. بدأ يقول ما واحد فيكم راح نطلقوه. وقال ثاني نروح نجيبوا الأسلحة ونعود نولوا. بعد ساعة ونصف إلى ساعتين حوالي الساعة 7 مساء عودوا لهذا الشخص نفسه مع أمه كذلك ومع شخصين آخرين. هما هاد الأشخاص الأربعة من عائلة واحدة. هما انطلقوا مباشرة من السيارة، خرجوا مسرعين من السيارة ومدججين بالسلاح الأبيض. بالسلاح الأبيض اخترقوا باب الصيدلية. وأي شخص كان لابس لابلوس بلونش ثياب البيضاء تاع الصيدلي او تاع الطبيب بصفه عامه يضربوه بالسيف. رده الفعل يعني كانت يعني سريعه جدا بالرغم اللي كانوا خارجين بسيوفه. يعني لازم تكون عندك شجاعه كبيره باش توقف برك قبالهم. بصح جاوب ساكن. يعني اسمح لي نشكر عبد الرحمن سبيسيال ما هنا هنا جارنا هنا في الحي. ردت الامن تاع ردت الفعل تاع لي سيرفيس سيكوريتي انا شكيت كانت سريعه بقدر ما كانت كيفاش يقولوا ردة الفعل تاع الجيران والراي العام بفضل صحافه ثانيه اللي هاد الفاجعه هذه يعني سمعوا بها كل الناس مام عن طريق ترافير تيريتوار ناسيونال مام برا القطر الوطني. وان شاء الله يزيدوا يكملوا معنا الوقفه هذه ولو التضامن باش يوصلوا صوتنا للسلطات والجميع الجهات المعنيه باش يديروا اللي عليهم باش هذا النوع تاع الاجرام والتصرفات يكون العقاب تاعهم يكون مثالي ويكون عبره للناس اللي تحسب باللي التعدي على الشخص وعلى ممتلكات الناس يعني ما تجوزش هكذا ما تجوزش سونز امبونيتي.